صدمت الفنانة البحرينية شيماء سبت متابعيها بنشر صورة بالأبيض والأسود للفنان البحريني الشاب هزاع البوصميط، معلنة وفاته من دون أن توضح السبب، وأرفقت الصورة بالتعليق: اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم عوض شبابه بجنة لا تفنى ولا تزول، اللهم امسح على قلوب ذويه من طمأنينتك، اللهم اجبر خاطرهم، اللهم احتضن قلوبهم بين ثنايا لطفك ورحمتك. وتفاعل معها أكثر من 1300 متابع في الساعة الأولى بعد النشر، حيث تمنى له الجميع الرحمة، متسائلين عن سبب الوفاة وعما إذا كان مصابا بالمرض الناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد، ومعربين عن حزنهم الشديد لذلك، خصوصا أنه لا يزال شابا حوالي 32 سنة، الله يرحمه. وانطلق على إثر هذا وسم هزاع البوصميط، حيث أعرب الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من خلاله عن مشاعر التعاطف مع عائلة الراحل، متقدمين لهم بالعزاء. وأشاع الخبر موجة من الحزن في الوسط الفني البحريني، الذي فقد قبل أشهر قليلة الفنان علي الغرير عن 51 سنة بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، الله يرحمه. إذا أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.